ايش بلال؟ مرحبا، شو الاخبار؟ تمام، مشتاق. شو اخبارك؟ والله الحمد لله، كمان انا مشتاق. شو اخبارك؟ تمام. اسمع صديقي، بدك تروح على معرض المنتجات الصناعات الوطنيه في بيت سحور في الواي ام سي؟ لا والله انا مش تمام. طيب بسيطه بسيطه، في امكانيه نلتقي الليله عند مهند؟ اوكي، فيش مشكله. انا ساعه يعني بعد السبعه، سبعة ثمانية. احنا مجموعة شباب نشطين من منطقة بيت لحم، مخيم العزة، مخيم عايدة، مخيم الدهيشة، جزء من بتير وبيت لحم. كلنا نشطين فرديا على حملة المقاطعة بنأمن فيها من حد ما انطلقت في 2005 من اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل فرض العقوبات سحب الاستثمارات. ما هاي المشكلة، هاي مشكلة يعني. يعني اللي في عندك في اللي قاعدين في اليثرب مستحيل يجوا على المنيوم، واللي مستحيل يقاطعوا اللي في يثرب بحبوا الشوك الشيوخ والتبعين البزنس، ما شاء الله تبعين البزنس شاطرين المنيوم. طبعا نشاطات الأبرتايد أو العنصرية الإسرائيلية بلشت في جامعة تورونتو في كندا تقريبا في سنة 2005، انطلقت من كندا، واليوم احنا في 2010 بنشوف ان في تقريبا صار تصير النشاطات في تقريبا 25 دولة في العالم. طبعا السنة اخترنا انها تكون موجودة في داخل فلسطين. الفكرة انه يعني ان احنا نفعل او نحفز الناس او الناس الموجودين في فلسطين انهم كمان يشاركوا في هذه الفعاليات، لان العنصرية الإسرائيلية ضدهم وضد ابناء شعبنا، فيعني مفروض انها تكون يعني تكون منطلقة من عنا. نوقع إيليا سمور هذه ونوديها لإيليا سمور مسؤول المشتريات والقصص هذه، على اساس ان احنا ما نقدرش نروح كل بدنا نقاطع واحنا اثنين. الحين بدنا نقدمها مش بس لإيليا سمور، احنا بنقدمها للاداره. هلا في العلاقات العامه واضافه لنا بدنا ننشرها، بدنا ننشرها في الجرايد في المجلات. طيب ممتاز. العلاقات العامه في الجامعه اجوا راجعون، طيب حكوا لي ان احنا ماشيين في خطوه شيء زي هذا وبنتمنى انه بس يعني المشكله موت يا حمار، يعني في الجامعه من 6 سنين بحكي عن المقاطعه ما صار شيء. هلا احنا كل هاي عجبكم تشحل تشحلوا، بس احنا ماشيين، احنا بكره بنقدمها سواء هم اجوا من لو في الشارع لو عند البير فيش مشكله، لو بنكف وبنحمل كرمات عند البير. بس كيف انت مثلا طلاب التخرج علم الاجتماع مش بروحوا بيسووا سيرفي بيقولوا لك وقع عليه نفس اللي احنا بالضبط؟ هلا اسمع، مش بس طلاب احنا نسوي سيرفي، شوف احنا منسقين مع المجلس. أوكي. احنا منسقين مع المجلس، يعني بضل بكره الصبح ان اروح انا بدري على الجامعه، لازم اروح بدري على الجامعه عشان انسق مع علاء كل العنان اليوم. يعني اليوم نشاط. طب اول شيء العريضه بلزمنا الكلام وال الأنشطة اللي جمعناها اللي اجتمعنا على أننا نسويها، اللي هي مثلا تنشيط حملة المقاطعة في الحرم الجامعي في جامعة بيت لحم من خلال جمع تواقيع الطلبة اللي بيدعموا بيأمنوا بالمقاطعة، فأخذت منا أنه جهزنا عريضة للطلاب، أخذنا وزعنا على الطلبة منشورات، حطينا في الجامعة بوسترات ومنشورات عن حملة المقاطعة، ليش حملة المقاطعة، انتشر جزء من الطلاب اللي بيستوعبوا الفكرة بيأمنوا فيها ما بين الطلاب في الجامعة، وبدأوا يحكوا مع الطلاب اللي ما بيعرفوش عن حملة المقاطعة، شو المقاطعة، ليش المقاطعة، ويدعوهم لجمع توقيع، فقدروا يجمعوا حوالي 300 ل 400 توقيع من الحرم الجامعي ليرفعوها لإدارة الجامعة كطلب من الطلاب إن احنا بنآمن بمعاقبة مقاطعة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. مرحبا شباب، يعطيكم العافية. احنا مجموعة من الشباب اللي بنعمل في حملة المقاطعة، مقاطعة البضائع الإسرائيلية. كتبنا عريضة للجامعة عشان نحد من البضائع ونقاطع البضائع الإسرائيلية في داخل الجامعة. فبنتمنى منكم مشاركتنا في توقيعات حقوق الطلاب في هذا المكان.
تبعنا كشباب ان احنا نقوم في هذه النشاطات او نفعل دور المقاطعه، لان يعني هو ضروري بالنسبه لنا يعني، وهو يعني صفى ان يعني زي ما تقول ان دور مقاوم اكثر يعني. احنا بدناش نلجا للمقاومه، مقاومه العنف، ونرجع لايام الحصار ولايام القتل والدمار، بس هذا نوع يعني نوع من المقاومه. اذا احنا بدنا نظلنا مستمرين في دعم او شراء المنتجات الاسرائيليه، احنا بنبني في الدوله الاسرائيليه، مش قاعدين يعني مش قاعدين بنحارب فيها، احنا بنشجع فيها واحنا اللي بنبني فيها. في حمله المقاطعه منتجات إسرائيلية، إحنا ما نشتغل منتجات إسرائيلية، بنشتغل بس بنشتغل من أسبوع نظام فصل العنصري، اللي بنرفع التوعية عن نظام فصل العنصري، ومن نبع مرة ندفع في المقاطعة، سواء كانت المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية أو حتى التفقية الإسرائيلية، ومن ضمنها إنه نسوي توعية على مستوى طلبة الجامعة. إحنا مجموعة طلاب شباب بيت لحم، مش تابعين ولا حدا. وين رايحين كمجموعة شبابية؟ بنتأمل إن النشاط اللي عملناه لحملة المقاطعة يستمر ويجمع ناس ثانيين حولنا، وهذا الإشي اللي إحنا حسينا إنه في ناس استمتعوا إنهم سمعوا عن حملة المقاطعة وحابين يستمروا. وحابين إنه نجمع أكبر قدر من الإمكان من الشباب مع بعض، نحط برنامج لتشبنا نشتغل، تشبنا نستمر، بدون ما نكون بانتماء لحزب سياسي موحد، بدون ما نكون في انتماء لمؤسسة واحدة. إحنا ناس شعبيين جماهيريين حابين نشتغل، تركيزنا راح تكون حملة المقاطعة ونظام والتسليط الضوء على نظام الفصل العنصري لعزله.